السلام عليكم الاخوان. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنهضروا على ملي كتبغي بالنسبه للاخوان يلاه كيتعلموا يلاه كيستافدوا. شي مره كتبغي تحيد شي كومبوزو، راه ماشي لي كومبوزو بحال في التحييد، ماشي كلهم بحال، ماشي كلهم ساهلين وماشي كلهم صعاب، كاين اللي ساهل وكاين اللي صعيب. حنا لوجيكتيف في هذا الفيديو هذا غنشوفوا نهضروا على الديمارو، حتى الموضوع ديال الديمارو والمده الزمنيه باش كيتحيد. غناخذوا واحد السيارات وغنشوفوا كل الديمارو ديالها فين كاين وشحال كاع المده باش ممكن يتحيد. اذا كما كتشوفوا هنايا عندنا هنا واحد الهوندا، هوندا اكسنت. اذا هوندا اكسنت هنايا كما كتشوف الديمارو عندها، ها هو الديمارو تحت هنايا، هذاك هو الديمارو هنايا. يعني هنا باش نحيدوا هذا خصني واحد تقريبا واحد ثلث ساعه يتحيد، ثلث ساعه ديال المكنه صافي يكون محيد. هنا عاوتاني جينا واحد الهوندا اكور. اذا كما كتلاحظوا شو الديمارو فين كاين هنايا، حدا عينيك هنايا سهل بسهوله غتحيدو بسهوله. اذا هنا في الفيديو لوبجيكتيف هو انك تعرف كل حاجه، راه ماشي بحال بها كتلقى اورغان واحد، ولكن الطريقه انك باش تحيدو باش تركبو راه ما كيختلف من سياره لسياره. واش كنقولوا للناس المبتدئين اللي كيتعلموا ملي كتبغي تحيد شي مره شي حاجه، راه عرف بان ديك الحاجه راه شو هي كيفاش مونطيه، واش ساهله باش تحيدها ولا صعيبه. لاحظتوها كتحل الكابو في هاد الهوندا هنايا كيبان لك الديمارو. لجينا هنا هاد ليكسيس، هاد ليكسيس هادي ديمارو هنايا، ديمارو جا غابر هنايا باش تحيدو، جا غابر حنا حيدناه، جا غابر فين كاينه البلاصه ديالو. ولكن باش تحيدو شنو خصك تحيد هنايا، شحال ديال العناصر اللي كاينين هنايا. اذا هادشي كامل تحيد، هادشي كامل او الديمارو، هادشي هذا باش كامل كتحيد الديمارو. باش تحيد الديمارو كيطلب هاد العمل هذا، ان خصك هادشي كامل خصو يتحيد، يعني عندك هنا خدمه هنايا. اذا هنا في هاد ليكسيس هنايا راه موتور في 8، غنشوفو دابا المونتاج.
اذا بعد ما ركبنا ديمارور وجمعنا كاع لي بياس نشوفوا ان شاء الله واش غادي ديماري. بسم الله. نعم باخر الله يسخن.